حتى هي في البيز كانت واطيه عشان كده قالت بالظبط يعني سبحان الله يعني كانت عاليه عنده واطيه عندها كيف شوف بقى انتوا متفقين مع بعض بس وعلي سهل معترضه هي كان اعتراض الله ليه مش اعتراض اقول لك حاجه اعملها في النص ما انا عملتها في النص ما عملتهاش في النص ممكن اقول لك حاجه انت لو تعرف تغني كده انا اي ميجر يناسبكم انتو هجيبكم بمية طريقة ايه ماشي كده تمام بس انا مش عارف انا ممكن بقى ابقى معاك بديله اول حاجة ريحته اوكي مش هتمشي معايا لا ما مشكلة انا بصرف انا برضه انا هتحايل بالظبط ما عندي مشكلة فهمتي؟ ايوه جبت خلاص هو اسلوب بالظبط يا مصيبة وجدتي زي السهر وفودها
غنيت بنفس ال نو 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 انت اللي جيت الاساس الاول صح؟ قرد عليه واحنا نقدر نجيب الثاني والثالث بدل ما تقفليها بواحده دي بقت واحده هسه نفس اللحن ايوه خليها اثنين ثلاثه وحاجه سهله جدا تطلعي سنه تدي هاف تون سنه انا ما عارف الكلام حقك عشان كده حكتبه لانه كاتب حقهم كلهم حكتبه سلامنش بعد سلامنش كسيفة بعد كسيفة هتكون آسيا ليه؟ السودان ومصر يكون الديل واللسان فاهم؟ افضل نعملها في بلطيف كاملة كيتس 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 كاملة كي
اسود وقعد تخش كده انت لا اسود وابيض يبور يعني حايلت بالطريقه بتاعتي ما عملتها بيها اسود وابيض يبور ما عملتها كده ايوه اسيا ممكن تعملها بتاعتك سوداني ده عنده كرامه ايوه مسيره العمر اهينا تاني سوداني عنده كرامه لا لا ده انت كده الكوبليه ده ابديتيه تمام تقومي تعيديه تاني بنفس المستوى ده لو يعني لازم تعرفي قاعد تعمل الاولى فين والثانيه فين والثالثه فين عشان لما تعيديها برضه نفس التركيز دي ما حاسه انا غنى حاسه انت كويسه كده بتحايل انا عندي اضطراب يا اخي اسمع المحايله دي ما مطلوبه مطلوبه من رايي المحايله حاسه بقى زي تعبتني كده ما تطلعي مره ماذا؟ أسود وأبيض ومظلة نيلا نلا نيلا نلا نيلا نلا عندك يعني تقدري تلعبي زي ما أنت عاوزة فاهمة؟ وحس نطلع برا كده أنا ليش حل؟ أنا مشكلة عمل حل عودي بقى كده عودي عشان تسمعيني ليه حل؟ بص أنا ايه؟ أنا بطلت شيل شنطتك كده وأنت في الأرض وأنا هغني في الألعاب بجيبك فجر طيب أنا هنغير خش البيوت يعني ما في بس هغيرها وارجعها الحته انت بتحبيها الجوينت بتاعتها وارجع لك هنا بقى لا 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 هم دي بقى يقعدوا بقى يقولوا دينج دينج هتبقى دي مش هتضايقهم يعني ولا دي كمان بتضايقك لا يا عم خلاص بقى ما انا دينج دينج بس اصل نعمل كده تعال نجرب ماشي اوكي تعال بس انا مش عارف تتقال بقى ازاي عايز اعرف بس دي تتقال ازاي قول اللي انت كنت بتقوله يعني بص لا 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 خلصته دينج 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 الكلام ده علينا سجل ايوه اسرع التسجيل ده مجرد ما نخلص ستوب وعلى طول الناس لازم كل واحد يا شيخ انا لا 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 لا
عايزينها عادي نعمل نفس الطبقه عشان ما نعمل ده عايزين نفس الطبقه انا اللي قلت لي حاجه ثانيه خلاص في طريقه اسمها زي ما زي احلى فكره عملها كده لقيت الاسلوب ده اللي طوالي حاسس بيها اللي بتاعته اللي بقى يا عمي وش خمسه عشان على طول هنعمل ايه ده عشان خلينا نعمل نفس التون نفس التون بتاعه نفس التون بتاعه نفس التون اللي احنا ماشيين فيه حتى لو نبطل مش احسن طب بصي عيدي كوبليل او يعني الجزء الاولاني قولي كده معلش وليه عادي وليه عادي وليه استويت وبيدي يا براما اي شيء وليه طريقتك يا جماعه خلوني انا بس عادي بس انا بقول عادي ايوه هي طريقتك خلاص انا عادي اه سد عليها ما بطل يغلي الحي من راسي استويت وبيدي يا براما اي شيء ويا بعدينا سوداني ده عنده كرامة مصري طول عمره اغينا اتنين جيران بلدنجي الكوبليه اللي فوق بقى اللي انت مش وصلت عنده ده عيدي تاني الجزء اللي فوق تمام هتعيدي تاني يا مزهل اسود وابيض يا براما عايشين ويا بعدينا سوداني في عنده كرامة مصيري طول عمره اهينا اسود وبيض يا براما عايشين ويا بعدين سوداني ده عنده كرامة مصيري طول عمره اهينا اتنين جيران بلدنجي والحيطة بصنبي عايز ما انت لما تغني معايا يا ميخا بتوديني في حتة تانية خليني انا قولي بحتتك عايز اقول لك حاجة عايز اقول لك حاجة انا عايز عين عين هو بيغني معايا بجلس ماشي معاه في نفس الحته بتاعته بغني كده فهمتني اسمع دقيقه اسمع عشان انا عايز اريحك لا لا اسمع طب قول انت بطريقتك انا عاوزين بقى يلا قولنا بقى نقسم الشغل عشان نخلص انتوا اظبطوا الدنيا دلوقتي عرفتوا الكوبليهات ماشي ازاي الاخت انا دلوقتي هطلع لها البتاع حق هذا ونجري يلا خليها تكون هناك عشان يمكن خلاص لا تكون مركزه ما حد عاوز واسجلوا وانتوا اعملوا اي موضوع هنعمل حاجه بص الاكل بتاعنا براوة يشهد ليه الباشا يوم فاصوليا وبقلاوة ويندب العربي يعني قوي ويوم ملوخية وبواشا يا أوروبا خليك شاهد عند موزيكا الترلالي الراية بتاعنا واحد لازم يستنى تملي هو كاتبها زي ما بيقولها في اللهجة الأكل بتاعنا بابا
استنى كم كده